ولاية سطيف تتعزز اليوم بهياكل قاعدية جديدة للتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وإدماجهم في الحياة الاجتماعية. العينة من بلدية العلمة التي استفادت من مركز بيداغوجي نموذجي للأطفال من ذوي هذه الفئة. وعندي وليدي هيثم كان قبل في المركز القديم وكان الظروف ما تساعدش للدراسة والمعيشة، والحمد لله في المركز هذا جديد راهو بالإمكانيات، وكما يقول لك هذا المركز تحفة. مكسب آخر يحقق لصالح هذه الشريحة بمنطقة بني ورتلان، مركز بيداغوجي جديد يسهر على توفير الظروف المادية والبشرية لتأطير هذه الفئة. أنا الشيء اللي نركز عليه هو التأطير البيداغوجي، هذا هو الشيء رانا قاعدين نركزوا عليه، وإحنا يعني مرتاحين لهذا المنشأ الجديد هذا، ونتمناو باللي ولاية سطيف والولايات الأخرى تمشي على نفس النمط. وزيرة القطاع كانت لها أيضا وقفة بصالون الإنجازات لهذه الشريحة التي برهنت أن لأناملها بصمات تضاهي أنامل الأصحاء، وتستفيد بالمناسبة من بعض الوسائل الخاصة. وللتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة خصصت ولاية جيج الفضاءات للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بهذه الفئة وقفة عند بعض المراكز الطبية البيداغوجية بالولاية. في ريبورتاج عيسى طروب. قصد التكفل الأمثل بذوي الإعاقة تحصي مديرية النشاط الاجتماعي بولاية جيجل جملة من المؤسسات المتخصصة لضمان سلامة هذه الفئة صحيا نفسيا واجتماعيا. الولاية توفر على 8 مراكز متخصصة موزعة عبر الولاية، وعندنا أطفال في الحقيقة يزاولون الأطفال المكفوفين الصغار، ما زال المركز راهو في مشروع، والآن الأطفال نتاعنا نتاع جيجل راهم يزاولوا الدراسة في ولاية قسنطينة، يعني أسبوعين نتكفلوا بهم من ناحية النقل يعني ذهابا وإيابا. تأطير بيداغوجي ونفسي، وسائل تربوية، ذاك الذي تابعناه بالمركز الطبي البيداغوجي الشهيد بنصراف للمعاقين حركيا ومركز الشهيد محمد مقراش للمعاقين ذهنيا بجيجل. حسب الخصوصيات وحسب التصنيف تاع الإعاقة تم دراسة هذه المستويات وتصنيفها وتفويجها إلى أفواج، وتوضع برامج حسب كل مستوى. بالنسبة لطبيعة التكفل هنا، هناك تكفل فردي وتكفل جماعي، وبالنسبة للتكفل الجماعي يكون في بالأفواج داخل الأفواج، أما بالنسبة للتكفل الفردي هناك ضعف في الاختبارات النفسية بالدرجة الأولى. نحن نستعمل وسائل بيداغوجية لتقريب لمعرفة قدرات الأطفال قدر المستطاع، ولكن نحتاج إلى اختبارات نفسية بالدرجة الأولى. إن هذا النبت الطيب أمانة علقتها الأقدار على عاتق الدولة، الأفراد والمجتمعات تحفظ أم تضيع.